مشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم. حتى مع بزوغ تدفق الأخبار عبر وسائل ومواقع التواصل الحديثة، فإن النشرات الإخبارية على التلفزيون تظل المحور الأساسي فيما يخص وصول الأخبار الجديدة واليومية لعالمي السياسة والمجتمع. ولهذا يعمل المراسلون الصحفيون على نقل وتغطية جميع الأحداث 24 ساعة في الأسبوع. لذا فإن النقل المباشر في بعض الأحيان ينقل طرائف غريبة، أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أنها خارج نطاق المتوقع. انظر أمامك خلال الاستجواب المباشر، وإذا سبق وأن لاحظت ذلك من قبل، فإن المراسلين الصحفيين يلحون بإصرار على الحصول على أجوبة لأسئلتهم من مستجوبيهم، وهذا ما حصل بالضبط مع الصحفي الكندي كينت مولجات، والذي كانت تجربته مختلفة بعض الشيء. مولجات كان مركزا بشدة على طرح أسئلة على محامي بعد مغادرته المحكمة، إلى درجة أنه لم ينتبه جيدا لطريقه، لم يلاحظ بأن عمودا حديديا كان أمامه مباشرة، وفجأة وقع المحذور. وقت القيلولة. مذيع نشرة أحوال الطقس الأسترالية غارت داينر اعتقد بأن بث نشرته انطلاقا من طائرة تؤدي حركات بهلوانية كانت فكرة جيدة. المتفرجون لم يستطيعوا مقاومة الضحك وهم يشاهدون وجهه وهو يقاوم حركات الشقلبة بالطائرة، وفي النهاية لم يستطع تمالك نفسه أكثر من ذلك وأغمي عليه على الهواء. ورغم أن البث قطع وتحول من الأستوديو، إلى أن الموقف الطريف كان قد بث على المباشر. شقلبة على الهواء. عندما كلف الصحفي روبليث بمحطة جلوبال نيوز بتغطية النقل المباشر من محطة محلية للتزحلق على الثلج، كان يعتقد بأنها ستكون مهمة روتينية كسابقاتها. وعلى الرغم من ذلك، فعندما أوشك على إنهاء تقريره، اتجه نحوه متزحلق على عجلة مطاطية بسرعة كبيرة وأزاحه بطريقة مريعة، والكاميرا كانت لا زالت تسجل. وبعد ذلك استجمع قواه وغادر موقع الحدث ليضمد جراحه. تصويب فأس نحو الهدف. صحفي سيقوم بتصويب ورمي فأس نحو هدف قريب منه، ماذا يمكن أن يقع؟ ماذا عن إخطاء الهدف وإصابة شخص آخر؟ في الواقع هذا ما حدث، وكانت النتيجة لتكون أسوأ. الصحفي بمحطة فوكس بيت هيكست بدا غريبا جدا عندما حاول رمي فأس نحو الهدف، ولكن عندما تجاوزت الضربة المكان المحدد وضربت شخصا آخر أخذت الأمور منحى آخر. ولحسن الحظ أن قوتها كانت محدودة نوعا ما، وتسببت فقط في جروح طفيفة للضحية. الفزع من السمكة. عندما كانت الصحفية كارلي جوردن تصور روبورتاجا عن الصيد من على مركب، لم تكن تعلم كيف ستتطور الأحداث، فقد كانت تحمل سمكة حية كبيرة بيدها قبل أن تتحرك هذه الأخيرة وتفزعها، لتفقد الصحفية توازنها وتسقط إلى الخلف مباشرة في اتجاه الصياد المسكين الذي سقط هو الآخر بسبب الصدمة. كانت هذه الحادثة طريفة جدا وبقيت ملتصقة باسم الصحفية طوال مشوارها الصحفي. طبعا أصدقائي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بإعجابكم تعليقاتكم، وكذلك إذا كنتم جدد فاشتركوا في القناة. قناة رحلة العقل ترحب بكم جميعا. إلى اللقاء وإلى الحلقة القادمة.